السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صابلي ديال على شكل قرمود اللي غنحتاجو فيه المقادير التاليه. غنحتاج 4 الزبده، كاس ديال العنبه زيت، 2 كيسان العنبه سكر كلاصي، 3 البيضات، خميره، دقيق حسب الخليط، نكهه ديال اللوز، غنحتاج قبصه ديال الملح، اللوز إفيلي للتزيين، واللوز مهرمش، والكراميل. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. غنجيب الزبدة، سكر كلاصي، شيشة ديال الملح، ونحك حتى نحصل على كريمة متجانسة. غنضيف الزيت، وجوج بيضات، ونخلط. من بعد نضيف نكهة الكراميل والدقيق والخميرة، نضيف الدقيق والخميرة. عفوا، بغيت نقول لكم نكهة ديال اللوز ديال الكراميل، حسب معلقة. كيف ما كتشاهدوا، من بعد ما كملنا العجينه غنخليها ترتاح مده ربع ساعه، ومن بعد نسرحها. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما خليت العجينه ترتاح نطلق فيها. صاري مرش مربع، ونبدأ نستف. كيبغي هاد صابلي القرمود كيبغي شوية الخاطر،
انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل الخليط اللي عندي. من بعد كان نهل الفاس الاول شويه بالبيض وندير فيه اللوز إيفيل. هذا الشكل من بعد ندخل الفرن. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما طاب الصابلي ديالنا خرجتو من الفرن اللي تحت يبرد. انا دابا غندهن الكراميل في الضوء في اللوز مزيان. شو معايا كيفاش جا من الداخل؟ أنا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع الصابلي ديالي. نقدمو في طبق التقديم. كيف ما كتشاهدو معايا الصابلي ديالنا اللي على شكل القرمود ها هو وجد. كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه. إلى اللقاء، إلى فرصة ثانية إن شاء الله.